بسم الله الرحمن الرحيم. تم بحمد الله تعالى اليوم الثلاثاء الموافق 27/7/21 تحميل 16 طنا من لحوم الأضاحي المشفاة، وذلك لتوزيعها على المحافظات الآتية: قنا وسوهاج، كفر الشيخ والدقهلية، بواقع كل محافظة 4 طن، وذلك لتسليمها للسادة وكلاء المديريات لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. والله الموفق، وكل عام وأنتم بخير.